رجعنا لكم مشاهدينا، نفس ما قلنا في بداية حلقتنا بنتعرف اليوم على مقهى قطري يقدم مأكولات قطرية تراثية خلينا نقول، مع غانم المعاضيد اللي موجود في سوق واقف، وتفضل عندك الكلمة. مساكم الله بالخير ويا هلا ويا مرحبا فيكم. موجودين احنا الحين في سوق واقف، تحديدا في فندق البدع، في ضيافة الوالدة شمس القصابي. راح نستعرض معاها اول مقهى يقدم اكلات ومشروبات شعبية تراثية قطرية. مساك الله بالخير ام محمد. يا هلا ومرحبا يما. يا هلا ام محمد، كلمينا عن المشروع اللي انت مسويته هنا. والله المشروع انا عبارة عن كافي شوب، بس اقدم فيه اكلات قطرية خفيفة متميزة وطريقة عصرية، بالإضافة إلى مشروبات ساخنة وباردة شعبية. زين يما، ليش اخترتي سوق واقف؟ لأنه هو أفضل مكان لترويج منتوجاتي، وهو مكان سياحي من ناحية زوار الناس اللي بيجون بيون سوق واقف هالشيء، أحب أقدم لهم أكلات قطرية. زين يما، شنو بتسمين الكوفي شوب؟ شاي الشموس. زين، ليش معنى شاي الشموس؟ على اسمي هذه، وأنا معروفة بالشموس، وأنا عندي صح. محل بهارات، فهاي معروفة فيها شيء. زين يما، شوف انا هني انا ساعة انت قاعده تجهزين الخبز. نعم، كلمينا عنه. هاي هاي خبز، اكثر من اربع انواع عندنا خبز. إيه؟ هالخبز خبز سميته خبز الساج، اللي هو عباره عن خبز وممكن تاكله مع الريوق، مع البيض. إيه؟ مع اللحومات، او ممكن نسوي على شكل حشوات، يعني رول. إيه؟ سندويتشات. إيه؟ فهاي الطريقه الشعبيه، مو بالطريقه الحديثه مثل ما تقول، الطريقه الشعبيه طريقه حديثة. هذا راح بيكون الشكل، زين يما. لو تقولين لي عن مكونات الخبز هذه. هاي مكوناته عباره عن دقيق وماء وملح، ما يعني ما في شيء ثاني. ايوه. نعم. بس طريقه اداءه غير، يعني لمسات. يعني انت عندك لمسات خاصه فيك، اللمسات يعني الخاصه هذه اللي يميزك في الخبز. ايه، في الخبز. هاي ما زين يما، كلمنا عن البهارات. انا مساء قاعده اتمشى في الكوفي شوب، اشوف ما شاء الله بهارات اشكال وانواع. واسامي غريبه بعد. هذه كلها خلطاتي خاصه اللي مسويتها، اختراعاتي. إيه؟ فبكل طبخه من الطبخات لها بهارات خاصه. إيه؟ زين يما، الكوفي شوب هذه متى بتفتحين انت؟ ان شاء الله بيكون على ايام العيد، يعني الحين تعرفنا رمضان الناس مشغولين بالصلاة وبهالأشياء، ما لهم شو اسمه. فحين حاليا مفتوح، احنا فاتحينه بس نوزع بلاش، يعني تست دعاية حق دعاية. نعم، التست ايه؟ مفتوح اللي يبيه حيالله. زين يما، مثل ما قلتي انت ان الاكلات الشعبيه هاي تجذب السياح، يعني مثل ما وين ما نروح نحصل السياح الاجانب يجون هنا على طول. ايه، يبون يتعرفون على الاكل. وايد وايد سياح يجون. ايه؟ يدورون على اكلات قطريه اصلا. صح. اكلات قطريه يدورون عليها. زين، الاكل الشعبي اللي عندك هنا يما شنو؟ نعم. اللي موجود هنا الاكلات القطريه عندنا مضروبه مرقوقه، عندنا هريس، عندنا باجل نخي، بس تقديمه مثل ما تقول متطوع. شلون يعني متطور؟ يعني بنحط مثلا نكهات، حطينا ضفنا فيه نكهات، يعني انت تغيرين فيه. اي، غيرنا فيه من النكهات والتقديم، بس هو شيء نفسه. زين يما، لو تقولين لي عن الهدف، هدف المشروع اللي انت مسويته، ليش انت مسويه كوفي شوب وفي تراث وفيها، يعني ليش ما سويتي كوفي شوب مثلا عالمي، او ان مثلا مثل الكوفي شوب اللي موجودين اللي عندنا في الدوحه، فرنسي امريكي، ايش معنى قطري بالضبط يعني؟ والله حبيت اجدد ذكريات تراث قطر. ايه؟ وعيالنا ما راح ينسون هالشيء. صح، وهاي شيء فضل، والناس يجون يدورون على التراث قطري بالعكس. بالضبط، هاي احنا نفتقده يما، ونحصله دائما في سوق واقف التراث. ايه؟ والاكلات الشعبيه. وفكرة أن كوفي شوب قطري هاي يعني فكرة حلوة. أيوة نعم. إيه؟ فالحمد لله في ناس، كل من أجنبي يدور يقول وين أكلات قطرية. صح، يعني يبي يتعرف على التراث. سوينا لهم طريقة قطرية، وسوينا لهم مثل ما تقول أكلات شعبية بس على طريقة مختلفة، يعني يعني على طريقة شوي من. أيوة. من شموس يعني. إيه؟ مغايرة فيها شوي. أي نعم. زين ما الحين الخبز اشوفه جاهز، يعني انت ايش بتحطين فيه؟ احط فيه اشار، اي نوع من الاشار ممكن تحطه، ممكن تحط عسل، ممكن تحط اي شيء، ممكن تحط فلفل. الا اللي بخاطره في واحد يحطه يعني. زين الخبز هذه احنا نقدر نستخدمها في شنو؟ ممكن انت تاكله كذي مع البيض، مع الريوق، او متاكل مع صالونات، ممكن تسوي لك حشوات مثلا. الحين بتسوي لك نوع واحد من الحشوه. اي لو العباره بس عشان خاطر واحد يشوفه يتعلم عليه.
يعني هاي انت تحطينها مع البطاطا صح؟ البطاط ممكن تحط اشار، ممكن تحط فلفل، ممكن تحط لحم مشروم، ممكن تحط فقع، شيء اللي بخاطرك فيه تحطه. يعني يعني انت مثلا اللي يجي هو اللي يقول لك هو ايش يبي، ولا انت اللي حاليا ممكن انت تختار لك شيء؟ ممكن تختار مثلا فلفل، ممكن تختار دقوس قطري، ممكن تختار جبن، ممكن نسوي لك شيء اللي انت تبيه. زين ما مثل ما قلتي ان انت الحين في رمضان الكوفي شوب مو مفتوح يعني رسميا، لا هو الحين مجرد ان انت قاعده توزعين ببلاش. اي نعم، ينتس كل من داش داخل يدور الاكلات قطري. اي نعم انزين، مش للبيع، مش للبيع، مو للبيع، ما بتبدين رسميا في العيد، فترة العيد ان شاء الله. في العيد الله يوفقك ام محمد، جزاك الله خير على الضيافه بصراحه يوعتينا. انا بايت ممكن الحين ممكن تشوفون نوع من اكلاتنا الشعبيه اذا تشوفونه بيكون يعني. انا يما بايت بعد بس يخلصون هني باي، انا بفطر عندك صراحه يوعتيني. يا هلا ومرحبا، يا هلا ومرحبا، يا هلا فيك. هاي عندنا هو عباره عن مضروبه. ايه هاي المضروبه. اي نعم، فراح نحطها الطريقه القطريه. أوكي. الاصليه، عرفت شلون؟ يعطيك العافية يما على حسن الضيافة. هذا اللي موجود عندي هني، فكرة جديدة كوفي شوب اقطري تراثي، كل التوفيق حق الوالدة أم محمد. هذا اللي موجود عندي، نرجع لكم مرة ثانية في الاستديو. يا هلا ومرحبا، شكرا ويعطيكم العافية. ليش تنتبون؟ ليش تنتبون؟ مضروبة بعد ما حطت فوقها صادت الفكرة جدا جميلة. اي كوفي شوب أكلة شعبية صح، الاسم جدا مميز بالنسبة يعني احنا حق يعني احنا كطري مميز لنا وبعد حق اللي يزاير الدوحة بالذات في سوق واقف، بعد اسم مميز اكيد. ومن سوق واقف اللي يعتبر طبعا اكيد وجهة سياحية لدولتنا الحبيبة قطر، الى مركز مشيرب اللي هو بعد وجهة سياحية وثقافية هامة لإثراء المجتمع واللي يجسد تاريخ قطر ويقدم تعريف بفن العمارة المميز في دولة قطر. جولة في هذا المركز مع الزميل حمد الفياض في هذا التقرير. أنا بكون معاكم من مركز مشيرب لإثراء المجتمع. هذا المركز يتكلم عن تاريخ الدوحة من 1947. بلتقي مع أخوي فهد البعنين مدير العلاقات العامة في مشيرب العقارية، بياخذنا في جولة داخل المركز، خليكم معنا. قول لنا عن هذه الصورة، أشوفها الدوحة 1952. طبعا شوف ملامح، احنا نبتدي بصورة جوية تظهر المدينة من بعيد، الصور الجوية اللي تم التقاطها في أواخر الأربعينات وبداية الخمسينات. نشوف بداية ظهور ملامح مدينة الدوحة اللي احنا نشوفها اليوم، اللي هي شارع الكهرباء، شارع الريان، وهذه كانت بداية التطور، بداية انتقال الدوحة من مدينة بسيطة إلى مدينة عالمية، إلى عاصمة لدولة قطر. الصورة الكبيرة هذه تمثل مدينة الدوحة في بداية الخمسينات، ونشوف الملامح اللي تعكس هويتنا الوطنية، تعكس العادات والتقاليد، تعكس العمارة التقليدية القطرية. احنا ليش نسميها العمارة التقليدية؟ ليش ما نسميها العمارة القطرية؟ السبب واضح، لأن احنا فقدنا اتصالنا بالعمارة التقليدية. مع التطور ابتدينا ان احنا نستورد كل التصاميم اللي هي مرتبطة بالعمارة القطرية من الخارج. شلون نحافظ عليها؟ تم عمل دراسة من فريق من مؤسسة قطر، ووظيفته الرئيسية هي إيجاد حلقة وصل أو إيجاد جسر أو يربط الماضي بالمستقبل. شفنا أن المباني كلها مبنية من الشرق إلى الغرب، السبب أن كل المباني توفر ظل من شروق الشمس إلى غروبها للسكك اللي موجودة بين المباني. هالشيء يسمح للناس أنها تمشي في جو مريح، تمشي في جو لطيف. تناثر المباني سببها أن كل المباني مقابلة لجهة الشمال. صحيح. عادة المدن تطور بشكل، تطور المدن عبر القرون عبر السنوات يتطور بشكل غير منتظم. ما كان في التخطيط العمراني أو التخطيط الحضري في ذاك الوقت اللي هو يخلون المدن تبنى بشكل خطوط معينة، خطوط مستقيمة ما كانت موجودة في ذاك الوقت. فنلاحظ أن أغلب المباني شوف ملامحها بسيطة بس مستوحاة من العمارة الإسلامية في الأصل، كلها طابق واحد، ما تحصل مباني موجودة أكثر من طابق واحد لأن الموارد كانت بسيطة في ذاك الوقت.
ايش هذا الخط الاصفر المرسوم؟ هذا الخط يمثل وادي مشيرب اللي هي كان في وقت المطر يسيل الوادي من فوق من المنطقه الشماليه اللي هي عين مشيرب الين البحر. فهذا الوادي كانت المباني مبنيه شرقه وغربه طبعا. وهذا الجسر؟ هذا الجسر يسمونها الدوسه. كانوا هالقطر عشان وقت سقيه المايه وحتى وقت المطر لسال الوادي يقدرون يقطعون المنطقه هذه الى المنطقه الثانيه. احنا بدينا بصوره جويه وبعدين دخلنا الى صوره اقرب للمدينه والحين ندخل الى المدينه نعرف الناس باهل قطر. كثير من زملائنا اللي موجودين في اللي نتعامل معاهم في مجال العمل وكذا يسالوننا شلون انتم كنتوا عايشين؟ شلون هالقطر عاشوا؟ المدينه كم عمرها؟ فحلو ان احنا نوفر لهم مكان يتعرفون على ماضي مدينه الدوحه، يعرفون اهل قطر منهم ومن وين جو، بهالشكل يحترمون ثقافتك. قلب متجدد. نعم. لعالم دائم التغيير. طبعا التغيير جزء من حياه الشعوب وجزء من حياتها واحنا نحترم التغيير، لكن التغيير ما يمنعنا من ان احنا نحافظ على هويتنا ونحافظ على مبادئنا كلها. والاطار الاصفر هذا يمثل مشروع مشيرب. نعم، يمثل المنطقه اللي تم تحديدها لاقامه مشروع مشيرب. الغرض منا احنا تجديد المدينه ولكن المحافظه على هويتها والمحافظه على ملامحها، فاحنا ما لما ينظرون لمشروع مشيرب ما ينظرون لنا كمشروع هادم وبناء، ينظرون لمشروع اعاده تجديد قلب المدينه. جميل جدا هذا التغرير، يعني خلينا نقول بس مو بس انه حق الزوار، هي تقريبا نفس صاله العرض موجوده على الكورنيش. حلو احنا بعد نعرف نروح هناك ونعرف تفاصيل اكثر على اساس انه اذا احد سالنا واحنا ما نعرف نعرف نجاوب. يعني توي نفس الوادي انا ما كنت اعرف، كنت تعرفين انت؟ لا. زين، والجسر اللي فوق الوادي والتنقلات، يعني ربط الماضي بالحاضر يعني في اشياء كثيره، وخصوصا بعد هاي من رؤيتنا الوطنيه 2030، فربط الماضي بالحاضر بالاصاله بالعادات والتقاليد هاي يخلينا نطلع حق قدام من غير توقف، يعني نبني مستقبل قطر. الماضي هو الاساس اساسا. صح. يعني شفتي نور مرات مثلا تمشين مع احد كبير في العمر او مثلا احد يعرف الدوحه يقول لك مثلا هني كان في كذي هني كان في كذي. أيوة. هاي بعد لنا احنا دور ان الحين يوم نطلع مع عيالنا اذا رحنا وعرفنا هالتفاصيل نمشي مع عيالنا بنقول لهم في هني كان كذي وهني في كذي. اكيد حبيبتي. مشاهدينا بعد الفاصل نستقبل اسماء موسى من قسم الحوادث عشان نتعلم نصايح مهمه حول الاختناق اثناء الاكل للكبار والصغار، خلكم معنا. Thank you.